سنقرئك فلا تنسى. إذن هذا تطمين من الله سبحانه وتعالى إنه الوحي الذي يوحي الله سبحانه وتعالى به لا ينسى. سنقرئك فلا تنسى. الآن الغريب إنه في بعض العلماء قالوا إنه هذه فلا تنسى النهي، يعني أنتم كتب التفسير بتجدوا فيها كل شيء، فلا تنسى نهي، في حين هي واضح أنها نفي. سنقرئك فلا تنسى، انتهى، هذا تطمين، سنقرئك فلا تنسى. أما لا يعقل أنه تكون نهي، وإن كان وردت طبعا في كتب التفسير، ولكن من علامات أنها نفي، وطبعا احنا مش معنيين ندخل معكم في اللغة إلا شوي، من علامات إنها نفي وليست نهي كان لازم تكتب في المصاحف فلا تنس. أما ما بتكتب معها الألف المقصورة فلا تنسى، إذن هذه نفي. إذن كيف بنميز إنها نفي ولا نهي؟ لو كانت ناهية، والناهية بيقولوا بتجزم، من علامات الجزم إنك بتحذف أنت الألف المقصورة هذه، مش هيك؟ هيك يا شيخ حذف حرف العلة، مش هيك بتسموه؟ طيب، فإذا الأصل إيش؟ نوقف عليها، سنقرئك فلا تنس. طب هو في قراءات وقفت فلا تنس؟ أنا ما شفتش ولا مصحف من المصاحف اللي اطلعت عليها. بجوز بعضكم يستغرب شو يعني اطلعت عليها، ليش المصاحف تختلف؟ هذا موضوع تاني. ولا مصحف بيكتبها فلا تنس، هذا حسب ما اطلعت على 6-7 مصاحف إلى آخره، لأنه في قراءات، على فكرة في المصاحف في قراءات، مش موضوعنا الآن. بعض المفسرين اللي قالوا هذه للنهي قالوا هذه الألف للإشباع، فلا تنسى قال للإشباع. طب ليش؟ هو أصلا يعني هو الواحد بينسى بخاطره، هو الواحد بينسى بخاطره، هو لما بنسى شو يعني أنها ما ينساش؟ بعضهم قال شو يعني أنها ما ينساش، يعني يتخذ كل الاحتياطات ما ينساش. هذا مش صحيح. هذه الآية تتحدث عن ضمانة الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يوحي به انتهى يصل، فالرسول لا ينسى. ولا إيش يعني وحي؟ إيش يعني وحي إذا بده ينسى؟ إذا المبلغ رسول الله بده ينسى، إذا وين الضمانة؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا كلام يا شيخ. موضوع تاني عم بقول انه آية ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او هذا الكلام اصلا الآية هاي من لما بتنظر للسياق اللي قبلها، بتجدوا عم بتحدث عن قضية أهل الكتاب واليهود والتفاصيل، فبتكلم عن نسخ التوراة والإنجيل وما جاء فيهم من أحكام، وأصلا ما حفظهم مش الله. ليش؟ لأنه هذه وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وبالتالي بعد ما تنتهي صلاحية الرسالة إيش يحفظها؟ ليش يحفظها؟ وليش ما ينسوها الناس؟ لكن القرآن نازل إلى يوم القيامة بشكل لكل البشر إلى يوم القيامة، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. طب انتهى، محدود في الزمان والمكان. إذن نحفظ الرسالة ليش؟ بعد ما انتهت الصلاحية. بس شو بسموها اليوم توقيت التجار، هاي انتهاء الصلاحية؟ طيب المهم انتهت الصلاحية، يحفظها ليش؟ طب وانت بتنتهي؟ إذا بده ينتهي صلاحية القرآن فرضا كتكليف مش ليوم القيامة، فبالتالي بده يكون محفوظ. ومن هنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإيش كمان؟ سنقرئك فلا تنسى، نفي وليست نهي، وواضحة إنها هي نفي وليست نهي. واضح يا شيخ؟ إذن هو الآية اللي أنت ذكرتها ما ننسخ من آية أو ننسيها، هاي تتحدث عن اقرأ الآيات اللي قبلها، بتجد تتحدث مع أهل الكتاب واليهود بالذات، وتكلم عن الرسالات السابقة. كيف؟
يعني احنا في لما بدي اقول له سنقرئك فلا تنسى نفي، يعني الضمانة انه كل الوحي راح يوصل مش راح تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي كان يكثر من تكرار تكرار مشان يحفظ، لانه احنا كيف بنحفظ؟ منكرر. فالقرآن طمنه، ايش قال له؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا قضية التفسير على فكرة متروكة للأجيال، مش عليك، عليك واحد اثنين ثلاث بلغ. فلما بنفي، لما بنفي انتهى، هي ضمانة بإيش؟ بحفظ الرسالة وإنه ما ينزل من وحي محفوظ. بس لما بنها بيكون كلف الرسول إنه يحفظ، كلفه تكليف، انت دير بالك، احنا بنقرأك دير بالك ما تنساش، يعني مهمة حفظ الدين عليك انت، لا، مهمة حفظ الدين مش عليه، بدليل ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وبدليل لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. انتبهتوا ايش الفرق بين النفي والنهي؟ اذا لما بنها بيكون كلفه هو يحفظ الرسالة، لما بنفي بكون هو بقول انا اللي بحفظ، واني اللي انتم بتعرفوها اصلا انه هو اللي بيحفظ. منين جبنا النهي هذا؟ طب شو اللي اضطرني اني اتكلم بهالكلام؟ لانه بجد من عجائب ما يرد احيانا في التفسير، في كتب التفسير، مع انهم اهل اللغه هم ودبروا الالف هاي وقالوا هاي للاشباع. طب ليش؟ شو اللي بوديكم على قضيه انها نهي؟ لا، الله بيحفظ رسالته، سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى.